Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. سيبوهم بلاش انا ثانية واحدة بقى. من غير ورق ولا أي حاجة. أنا انبسطت جدا إن هما قالوا لي تيجي تقدم المهرجان التجريبي، بس ما كنتش عارف إن هو تجريبي أوي كده. أنا الحقيقة بحب المهرجان التجريبي من زمان وأنا صغير، لدرجة إني يعني كنت بضرب الكاميهات عشان أحضر العروض. كان الكاميه ولد كده ظريف، كنت عليه رقم 7، عرفت أحصل على رقم 7 الدورة السابعة. السنة اللي بعد منها كنت وقفت الحتة كده عملتها 8، خربشة، بس اللي بيضحك ده صحفي إنجليزي. صح؟ قفشت معاه مصحف الجمهورية. حلو؟ بعدين جيت فتحت حتة كده بالقلم الجاف، كانت الدورة التاسعة، جيت عند الدورة العاشرة اتزنقت، قلت لازم أجدد الرخص خالص. لان انا كنت بعدي فعلا من اي مصر بعدي، عامل زي ما اكون داخل على كمين ومعيش رخص، مش داخل صحفي، معايا كارنيه صحفي المفروض، فداخل كده اسمع عليك ازيك يا باشا، ازيك صحفي، ومعدي داخل حرامي، دي مش صح. كان الحل الوحيد ان انا اشتغل في عروض التجريبي علشان خاطر اعرف احضر العروض. وانا ما اشتغلتش في عروض التجريبي بس عشان احضر عروض التجريبي، انا اشتغلت في عروض التجريبي علشان خاطر حسيت ان في حاجات في المسرح التقليدي كده بقت تقليديه. طبعا احنا بنحب في المسرح فكره شويه حاجات ظريفه، انك تطلع مسدس تعمل بايدك كده والسماعه تعمل ضخ، اللي قدامك يقع وفي البلاك تشوفه ماشي، احنا في البلاك بنشوف يعني، ما مش هنخبي على بعض، دي حاجات ظريفه. لكن في حاجات بتبقى تقليديه مضمونه زياده عن اللزوم. يعني في المسرح التقليدي معروف اي اثنين ممثلين هيحضنوا بعض والمسيكه تعلى، ده سوكسين. سوكسين مضمون حتى لو لسه داخلين المسرح، يقفوا ياخدوا السكسين طبعا، بعدين يبصوا لبعض يبقوا حضن ومسيكة، ده سكسين. أي حاجة تتقال في المسرح 3 مرات بتصاعد، ده سكسين. حتى لو بيسألوا الساعة 8 أو الساعة 9، على الأقل الساعة 9، الساعة 9، الساعة 9. برافو برافو. طب أقول لحضراتكم حاجة كمان، أي وقت الممثل ينزل على الوقت وفي نهاية الجملة سكسين. حتى لو لا أنا بجرب مع بعض، أنا بقدم التجريبي، أنا بقدم التجريبي. برافو برافو. مش فايدة، أنا جاي هنا عشان ما يحصلش كده. فلما اشتغلت في العروض التجريبية اكتشفت إن في حاجات برضه بقت مضمونة في كل عرض تجريبي. أنا مش بتكلم على العروض التجريبية الحقيقية، في عروض عظيمة بالذات اللي بيختاروها في المهرجان. بتكلم على العروض اللي بيبقى فيها حاجات يعني علشان مضمونة بتتعمل. يعني مثلا أنا اشتغلت في عرض 16 ليلة عرض ما شفتش زمايلي الممثلين متضلمة. زميلي كتف في كتفي، انا مش شايفه، ولا حضرتك الجمهور حاسس بايه؟ ده ليه مخبي يا عرض؟ ورينا، احنا عايزين نشوف انت عامل حد غلط عشان كده بتنور. طبعا مثلا مشكله تانيه، بعد 4 5 عروض تجريبي رحت لطبيب امراض صدر عشان الدخان. كميه دخان رهيبه، مفيش فايده. الدكتور قال لي بطل تجريبي لو سمحت. انا قال لي بابا عارف انت شغال في التجريبي؟ هي بتبتدي كده، قاعد مع شله سوق يقول لك جرب مره، جرب الثانيه، جرب الثالثه، هوب بدايه التجريبي. صحتك عامله كده وبتتعب وبتاع. وحاجات مثلا الجمله اللي بتتقال قبل كل مشروع بيبدا في التجريب او في اي عرض، بقى تبقى تتقال في حاجات كتير، اللي هو انا عايز اعمل حاجه بره الصندوق. لا تعالى هنا، تعالى رايح بره الصندوق ليه؟ لا انت اكيد عملت حاجه وحشه جوه الصندوق عشان كده خارج الصندوق. رايح بره الصندوق تعمل ايه؟ ما هو احنا ما خلصناش الصندوق، خليك معانا في الصندوق، خلص اكلك اللي في الصندوق. وتلاقي طبعا عروض انا اشتغلت فيها هي عروض عاديه، هي مش تجريبيه، عروض عاديه بتبوظ مني ويقول لك ايه تجريبي، لا باظت مني. اروح مثلا عند مرات خالي اكل اكله مثلا، تقول لي بص يا حبيبي بقى انا عامل لك النهارده مكرونه بالبقول الاسيويه، لا ده كشري بايظ يا ماما. مفيش كشري تجريبي، ما تقوليش الملوخيه عليها ليمون، الملوخيه حمضانه يا ماما.
مش اي حاجه تبص تقول عليها تجريب. تجريب الاصول. لما تقول له بقى تجريب الاصول لما قلت لك تجريبك يروح تجريبي. تجريبك لوحدك يعني انت بتعمل تجريبك واحنا ما لناش نصيب في التجريب ده. ومع ذلك في عروض كتير جدا اللي اتفرجت عليها في المهرجانات زمان وصلت فيها لغايه النهارده. والحقيقه فكره تجمع عدد كبير من الفنانين من جميع انحاء العالم بيقدموا مسرح في احتفاليه زي دي بتدي الواحد شحنه كده من السنه للسنه. والتجريد في الاساس هو رغبه البني ادم انه يفكر ازاي يتطور، عاوز يوصل للاحسن. شكسبير شخصيا كان تجريبي بالنسبه للقبل. وبالنسبه للفن بالنسبه للحياه عموما مش هيكون في اي تطور لو ما فيش تجريب. لو ما فيش تجريب. برافو. هحاول اقدم بجد. تجريب برضه. ما احنا خلاص جربنا بقى ممكن نخش في الموضوع. معالي الاستاذه الدكتوره ايناس عبد الدائم وزير الثقافه، الساده الممثلين الاجلاء، اعزائي وزملائي عشاق المسرح صانعين ومشاهدين، اهلا بكم ومرحبا في احتفالنا بنجمه جديده تضيء سماء القاهره، الدوره 26 من مهرجان القاهره للمسرح المعاصر والتجريبي. الدوره اللي بتشهد تطور جديد في الفعاليات وفي الاليات وفي الوسائل. موضوعات المهرجان تعود اليكم، وها نحن نزيد عدد ورش التدريب ونكملها هذا العام بمحاضرات عمليه مجانيه لكبار فناني العالم. وها نحن ندخل عصر الديجيتال بموقع الكتروني وتطور وضخم وتطبيق على التليفون المحمول واجهزه التابلت. المهرجان يسعى جاهدا للتطور والتطوير والتحديث املا في التواصل مع كل مسرحي العالم.